مالك يا شابة، انت تايهة ولا ايه؟ تايهة ولايزة ومش لاقية اخويا. لو سمحتي قولي لي انك شفتيه وهو ولد صغير. طب انت هتعيطي ولا ايه؟ انا اعصابي بايظة اصلا. طب اعمل لك حاجة تبل الريق؟ بقول لك اخويا ده عاملني، انا عايزة اخويا. الله، انت شعرك حلو قوي. في حد يبقى شعره حلو كده ويعيط؟ انت عايزة مني ايه يا ستي انت؟ تبيعيه؟ ابيعه ايه؟ ده مقصف ومنتف. بقول لك اخويا ده عاملني، هو انا في ايه ولا في ايه؟ طب اهدي بس كده ما تتعصبيش. اخوكي ده شكله ايه؟ صغير كده وشعره اسود. انا معايا صورته، هوريكي صورته. هو ده اهو. ايه ده؟ انت من الصحراء ولا ايه؟ انت ملعونه؟ امشي. الله يسامحك يا شيخه. يا عمر يا عمر يا عمر. ما شفتش عمر؟ انتوا عايزين مني ايه؟ انا بدور على اخويا. انت عايزه ايه؟ انا ما عملتلكيش حاجه. عايزه مني ايه؟ قومي يا مدهوي. اللي يشوف المشهد ده ويشوف الفنانه غاده طلعت اللي طلعت في المشهد ده ويقارنها بالمشاهد اللي عملتها قبل كده في مسلسل الاختيار، لما عملت دور أم إبراهيم الست المصرية اللي كان ابنها شارك في، أو أحد ذويها شارك في قصة ربعة والنهضة، والقوات عملت وهي حاولت إن هي تثنيه أكتر من مرة وعيطت. ربما كان مشهدها من أكبر المشاهد اللي عمل ترند يوم ما نزل في الاختيار. ناس كتير جدا شورت على هذه الموهبة وقالت إنها فعلا قدرت تبكي ناس كتير جدا. هذه الشخصية مختلفة خالص عن الشخصية اللي شفناها في مسلسل جات سليمة. الفنانة غادة طلعت لها حضور مهم ومؤثر. النجم بيتعرف من تنوع أدواره، وخصوصا في مسلسل استعراضي غنائي ملوش أي علاقة بالدراما اللي عملتها قبل كده. النهاردة معنا الفنانة غادة طلعت من ورانا في استوديو صباح الخير يا مصر. هنبارك ليها نجاح ده في الموسم الرمضاني، ويعني نعرف منها ازاي بتختلف في ادوارها من مكان لمكان. صحيح. يمكن غاده طبعا منورانا في صباح الخير يا مصر. كل سنه وانت طيبه الاول. وانتم طيبين. طيب، زي ما كان مصطفى بيتكلم تنوع في الادوار، وانا بالنسبه لي صححي المعلومه دي، الفنان مش فكره مساحه الدور قد ايه، بس تاثيره المشهد اللي بيقوم بيه قد ايه مؤثر. تتفقي معايا في النقطه دي ولا لا؟ 100%. انا اعتقد تجربتي كلها قايمه على كده. انا يعني الحمد لله في الاختيار كانت مشاهد قليله جدا، وزي ما الاستاذ قال انها اتشافت كويس جدا والناس كانت بتسال عن الشخصيه دي. انا شايفه ان الدور كاملا انا بدور منه على دقيقه جول، بغض النظر عن مساحته قد ايه. احيانا بتبقى في مساحات من الجلده للجلده وما فيهاش مشهد مؤثر يعني. فالحمد لله انت عندك حق طبعا، الدور مش بيتقاس ابدا بالمساحه، بتاثيره. جات سليمه يعني دور مختلف تماما. انا كنت في زمن عامل ازاي؟ احكي لنا مع دنيا سمير غانم عملت ايه؟ والله لو وحش دي ست مجنونه يعني، حراميه فاشله. يعني يوم ما فكرت تسرق شعر منتف ومقطع على راي سليمه يعني او دنيا سمير غانم. هو مسلسل بالنسبه لي كان لطيف جدا، حبيته قوي من اول ما قريت الورق. فانتازيا، في استعراضات، مسلسل هادي وكوميدي لايت كده فظيع يعني. بالنسبه لي كان اكتر حاجه حبيتها في رمضان، فكانت تجربه مهمه يعني بالنسبه لي. طب في مشهد في الاخر يعني، المشهد اللي احنا شفناه ده كان اخره بعد كده جم الجنود وخدوكي عند السلطان وعذبوكي. احكي لنا على المشهد ده. ده مشهد بالنسبه لي ضحكني، انا كنت بضحك وانا بعمله. استاذ سامي مغاولي طبعا فنان كبير جدا طبعًا. فكان بيستجوبني، فانا كنت اصلا بضحك على طريقته وهو بيستجوبني. فكان مشهد في جنبك دايلوج كده كان داير. ايوه، سلقط وملقط. ايوه. هو المسلسل كله يعني كل مشهد فيه بصراحه يعني مشهد معمول بحب. كل اللي فيه مهمين جدا، ممثلين مهمين جدا، استاذ اسلام خيري مخرج كبير جدا طبعًا. مدي كل عنصر في المسلسل حقه. فبالنسبه لي هو مسلسل حلو جدا، حبيته قوي. المسلسل يعني عامل حاله كده مختلفه، يعني احنا شفنا كده ان هي بتسافر عبر ازمنه مختلفه وبتخش جوه الكتاب وبتتجول
عامل يعني عامل تأثير عامل ازاي؟ شايفة ان هو اختلف ازاي عن باقي المسلسلات الرمضانية؟ انا شايفة انه كان وجوده مهم السنة دي، وفي الجزء الثاني من رمضان ده كان اختيار موفق جدا، او ترتيب ربنا كان موفق جدا، لانه بعيد عن الحبكات الدرامية والاكشن والصراعات والمشاكل. هو مسلسل هادي ريلاكس، الوانه جميلة، والابطال بتوعه دمهم خفيف من غير افتعال ومن غير فزلكة. فانا شايفه، ودنيا سمير غانم غايبه بقالها 4 سنين، فالجمهور كان مستنيها، فانا بالنسبه لي كانت فرصه حلوه جدا بصراحه. هو مسلسل كمان يعني خارج المنافسه، لانه ما فيش مسلسل بيقدم نفس المحتوى ده. في مسلسلات كوميدي، بس ما فيش الحبكه بتاعت الفوازير على الاستعراضات على الاغاني، دي مش موجوده. صحيح، فمسلسل بيصنف لوحده كده حقيقي. واعتقد ان دنيا سمير غانم الوحيده اللي تقدر تعمل كل التركيبه دي. صحيح. هي فنانه شامله، بتعرف تغني كويس جدا، بتعمل استعراضات لطيفه جدا، وموهوبه جدا في التمثيل. فالمسلسل انا بالنسبه لي كان فرصه عظيمه، وهو مسلسل متكامل يعني. طبعا. طيب غدا، احنا بنسمع دايما فنانين كتير وممثلين كتير لما بيجوا يتكلموا على تحضيرهم لدور بيقولوا احنا بندخل جوه الدور جدا، وبنلبس الشخصيه او الشخصيه بتلبسنا، يعني احنا بنبقى عارفين ده. فكره ان يكون ممثل بيشتغل في عملين وخطين دراميين بعيد عن بعض تماما. صحيح. ازاي بتقدروا تنقلوا، ازاي بتقدروا تفصلوا بين الادوار؟ فهمك. انا السنه دي فعلا عملت مسلسل ستهم، كنت عامله بخيته، والدور الثاني في ستهم ده كان دور فيه تركيبه ست صعيديه اصيله عندها صراع مع جوزها اللي هي بتحبه وبتقدسه جدا يعني، وبتحارب مع ستهم عشان الميراث وكده يعني. وسليمه جت سليمه كنت بعمل فيه لواحظ، اللي هي الست اللي من العالم تاني، من ارض النعيم وفانتازيا وكده. انا بالنسبه لي ما كانش صعب ابدا الفصل بين الاثنين، لانه انا بعمل مسرح عند استاذ خالد جلال، عملت مسرحيه مهمه اسمها سينما مصر، كنت بعمل حوالي 11 مشهد مختلفين تماما، لان احنا بنعمل مسرحيه كانت عن اهم مشاهد السينما المصريه. يعني كنت بعمل ماري منيب، بعدها بدقيقتين بعمل الزوجة الثانية سناء جميل، بعدها ب3 دقايق بعمل جمالات زايد، 4 دقايق بعمل فايزة عمسيب مشهد بيبكي، بعدها بربع ساعة بعمل بداية ونهاية سناء جميل. فأنا اتدربت كويس على فكرة الفصل والتحول في دقايق، بالنسبة لي ما كانش صعب خالص، وخصوصا ان انا في وقت بين الاثنين كنت بذاكر بالراحة كل شخصية بفصل بينها يعني، فده بالنسبة لي ما كانش صعب خالص. بيبقى عمل بالنسبة لك ما بيت يعني، انا قريت مش فاكر كان مين بيقول، انا كانت مين تقول انا اعتزلت علشان انا جالي اكتئاب نفسي من كتر ما بلبس الشخصية. كان في تصريح لأحد الفنانين. الفنان احمد زكي كان بيتعب جدا. كان بيتعب فعلا. صحيح. انت الموضوع اتحول بالنسبة لك خلاص لمهنة بعرف أعملها، ما بتأثرش عليكي كإنسانة؟ لا، أنا بصدق كل شخصية. أنا لا، الحقيقة الحمد لله ما حصليش كده خالص. وقت الاختيار طبعا، وقت التصوير الواحد بيتأثر جدا يعني. وقت الاختيار أنا نفسيا كنت تعبانة جدا، وكنت حاسة وقت مثلا فض رابعة ده أنا كنت حاسة كأنه دي ليلة الفض طبعا، وكنت بعيط من قلبي وبصرخ من قلبي، والناس صدقته ووصل للناس عشان هو كان فعلا من قلبي. وكذلك في ستهم في مشاهد برضو قوية، ده برضو لأن أنا مصدقة شخصية 100%. فهي كنت بتمثلي الست المصرية اللي هي حد من عندها تورط في حاجة وهي رافضة، هي مصرية من جوه قلبها يعني، حاسة إن الموضوع ده غريب علينا كلنا كمجتمع. وإحنا حوالينا النماذج دي كتير جدا قوي. الست المصرية اللي هي بتحاول تنقذ، هي طول الوقت شايلة الهم وطول الوقت شايلة العبء الأكبر. بالظبط. فاعتقد ان ده دي يمكن غريزه اسمها جوايا زي كل ام وكل ست مصريه يعني. فبالنسبه لي المشاهد الصعبه والمؤثره دي يعني بتوجعني في لحظتها، بتاثر في لحظتها، لكن الحمد لله بقدر افصل بعدها كويس يعني. اعتقد هي برضو متعلقه بالشخصيه نفسها يعني، شخصيه الممثل نفسه والصلابه النفسيه ليه برضو بتختلف من شخص لشخص بشكل عام نفسي. يعني صحيح صحيح. طيب لو هتكلم بقى على التحضيرات، تحضيرات جت سليمه برغم ان احنا بنتكلم ان هو مسلسل خفيف ولايت بس اكيد برضو تحضيراته بتبقى مش سهله، لانه احنا شعب دمه خفيف. صحيح. يعني الكلمه اللي بتكون طالعه بشكل اصطناعي او بشكل مصطنع ما بتوصلش. صحيح. حضرتي ازاي برغم انه زي ما كنا بنتكلم مشاهد مش كتير، ولكن لا احنا فاكرينك، انا فاكره ده كمان كان من اوائل المشاهد. صحيح، كان في الحلقه الثانيه من الحلقه الثانيه للحلقه السادسه.
بصي انا قعدت مع استاذ اسلام خيري، قعدنا اتكلمنا في الشخصيه. انا كنت عايزه اعملها كوميدي اكتر من كده، فهو كان بيفرملني طبعا، لان هو اصلا ربنا يعينه بيشتغل مع ممثلين كوميديين كتير طبعا. فالكوميدي بيبقى عايز يعمل كوميديا طول الوقت، فهو كان بيفرملني وبيفكرني انها شخصيه المفروض تكون شريره، المفروض الدنيا تخاف منها. يعني مش شريره الشر القوي المباشر، لكن هي المفروض بتلعب الدور ده في المشهد. في النهايه حراميه يعني. بس الاحداث هي بتضحك لانها بتتكلم بسجع معين في عصر مختلف عننا. حتى الدافع بتاعها، دافع السرقه بتاعها دافع اهبل خالص، عايزه تاخد شعر بايظ اصلا. فحضرت لها كمان من خلال اللبس ومن خلال الميك اب بتاعها. مجرد ما بنلبس شخصيه بالميك اب، الميك اب الخارجي والداخلي بتاع الشخصيه، انت بتحسي ان انت بقيتي شبه الحقبه دي او شبه الفتره دي. فبالنسبه لي التحضير ما كانش صعب خالص. قعدت مع استاذ اسلام خيري كتير واتكلمنا، فبالنسبه لي كان لذيذ جدا. تفتكري قصه المنصات اللي طلعت اثرت على صناعه المسلسلات ذات العشر حلقات والثمان حلقات وال15 حلقه؟ هل ده بيخلي العمل الدرامي اسرع في توصيل رسالته؟ هي اثرت بشكل ايجابي، لانه بقى في منافسه قويه جدا، بقى في عدد اعمال اكتر، بقى في ايقاع اسرع. أيوة. كمان بقى في نموذج لمسلسلات مشدوده، ايقاعها مشدود، افكارها مختلفه، مش مضطرين، مش اي حاجه تنفع 30 حلقه. صحيح، ومش اي حاجه تنفع ل 10 حلقات. فبقى الصناع واخدين بالهم جدا جدا ان المشاهد ده يتصنف هنا وده يتصنف. صحيح، والمشاهد يتفرج على 10 حلقات وال 15 حلقه، وبقى يقدر يقارن ان لا احنا مش مضطرين نتفرج على مثلا 30 حلقه فيهم خمس حلقات فاضيين. فانا شايفه المنصات عملت دور مهم. طب ايه موضوع العبايه السمراء بقى؟ ايه الموضوع ده؟ لا ده فيلم، هو فيلم قصير بس هو توقف ما كملش يعني. توقف اصلا؟ توقف. طب ايه جاي، ايه اللي جاي؟ اللي جاي انا لسه بحتفل الحمد لله بنجاح جت سليمه وبنجاح ستهم، وبناخد هدنه كده ان شاء الله العيد. وعندي فيلم كوميدي ان شاء الله، ده انا متشوقه جدا اني ابدا فيه ان شاء الله. ومع خالد جلال؟ مع خالد جلال، استاذ خالد، ان شاء الله هنبدا هنعرض تاني المسرحيه، لان احنا لسه ما صورناهاش، فهنفتح فتره عرض تاني وهنصورها ان شاء الله. المسرح المسرح بيرجع تفتكري؟ المسرح رجع، والمسرح كده كده يعني لا كان غايب، خلينا نبقى صراحه، فضل أيوة. خمس ست سنين كده احنا ما عندنا، مش لاقيين. في تجارب حلوه بس مش متسوق لها كويس. الفتره دي طبعا في تجارب اكتر، وبقى في سبوت كتير عليها او تسويق اكتر ليها، فعشان كده احنا شايفين. لكن طول الوقت مركز الابداع شغال، ومسارح الدوله كانت شغاله. فمركز الابداع عنده مسرحيه مهمه جدا اسمها سينما مصر ان شاء الله قريب. بدعوكم ان شاء الله تشوفوها ان شاء الله. طيب شايفه ان الفنان اللي اتعود انه يشتغل على مسرح، او الفنانين الاكتر شغلهم مسرح، او حتى بيشتغلوا على المسرح بشكل عام، بيفرق الاداء عن الممثلين اللي ما لهمش تجارب مسرحيه كتيره؟ انا بالنسبه لي فرق، فانه خلاني عارفه قيمه اللي عندي. يعني وقت ما بتسمعي السوكسي بشكل مباشر من الجمهور اللي قاعد، فلا انت كده فهمتي ان انت عندك الكوميدي مهمه والناس شايفاه. ايوه طبعا الفيدباك مهم جدا. والتراجيدي لما بتعملي مشهد مؤثر وشايفه الناس بتعيط وبتسقف وتتفاعل، فخلاص انت عرفتي قوه اللي عندك. فبالنسبه لي فرق طبعا، لانه خلاني اجرأ، خلاني فاهمه اهميه اللي عندي ونقط القوه اللي عندي. انا بعدها بعد المسرح عملت الاختيار، وبعدها عملت ستهم، وعملت جات سليم، وعملت اكتر من حاجه. فانا شايفه ان من جوايا اتطور وبقى اجرأ. بتلوني صوتك ازاي؟ ده سؤال برضو. انا يمكن انا مذيع الموضوع ده صعب يا جماعه. طبعا جدا صعب قوي قوي يا جماعه. ازاي بتطلعي وتنزلي وتنفعلي وتعيطي وترجعي تاني ساديه؟ بتعملي كده ازاي؟ بص انا والله مش عندي توصيف علمي، انا انا اللي بحسه بعمله. يعني ام ابراهيم دي انا كنت حاسه انها ست من قريه، وهتتكلم بالنبره بتاعت يا ابراهيم بلاش الطريق ده يا ابراهيم، هتتكلم بنبره الست الضعيفه مش الست المتعلمه القويه اللي صوتها واضح. فاحساسي بالشخصيه والهيستوري اللي انا عاملاه للشخصيه بيخليني اتكلم من المنطقه بتاعتها. يعني مش عارفه ده. بص انا اصلا كمان ذاكرت كتير افلام ابيض واسود من تجربه سينما مصر برضو، فعندي قدره ان انا مع التدريب اجيب صوت العظيمه ماري منيب، جمالات زايد. فيمكن ده فرق معايا كتير. احنا محتاجين نسمع الكلام ده. لا ازاي لا خلاص بقى انا كبرت الحاجات دي. لا النبره بتاعت جمالات زايد يا ناس، ما بتقولها
سعيده يا هانم النوره الصوت دي بقول لك التلوين الصوتي خطير كده ازاي. طب مريم منيب بس مع الـ مع الـ مع المشهد بتبقى احنا فاجئناكي برضه يعني ده ده سريع جدا. ايوه صح. ما دي سرعه بديهه الفنان انه فعلا يقدر يعني. وده خلي بالك ده ردا على سؤالك المسلسل المسرح. المسرح بالظبط المسرح فعلا اعتقد ان هو بيكون بيدي مساحه بيخلق فنان أكبر حقيقي وبيدي زي ما انت اتكلمتي بيدي قوه بتبقي عارفه فين نقاط قوتك ونقاط ضعفك وبتاخدي رد الفعل مباشره ووقتي من الجمهور وبروفات بروفات كتير المسرح شقة فعشان كده بتبقى النتائج بتاعته مهمه وعظيمه طبعا فرق معايا بصراحه احنا بنشكر ام ابراهيم في الاختيار الفنانه الجميله غاده طلعت نورتنا النهارده اعتقد ان هي القت الضوء على مسلسل مهم جدا جت سليمه احد المحطات المهمه بنتمنى لها مزيد من التوفيق والنجاح هي فعلا موهبه فنيه فريده محتاجين ناس كتير جدا زيها في مصر يبقوا يعني رموز لقوتنا الناعمه اللي يقدروا فعلا يجسدوا ادوار واعتقد الاستاذ العظيم خالد جلال في مركز الابداع الفني عنده كوادر عظيمه كتير جدا جدا تحيه كبيره ليه برضو من استوديو صباح الخير يا مصر. اكيد غاده طلعت طبعا فنانه نورتينا في صباح الخير يا مصر ودايما ان شاء الله من نجاح لنجاح وهيبقى في اعمال ان شاء الله كتير جدا هنتكلم عليها اكتر واكتر خلال الايام اللي جايه ان شاء الله. شكرا جدا وكده مشاهدينا الكرام خلصت حلقتنا كنت معاكم انا مصطفى كفافي كان بصحبتي زميلتي جمانة ماهر وكان بصحبتنا ايضا زميلتنا دينا شرف نصبح عليكم مره ثانيه صباح الخير عليكم جميعا وصباح الخير يا مصر.